Bonjour. Bonjour. Hi, I'm Mike. And Françoise. Françoise. Brian. Brian. Derek. And Dennis. على غرار الكثير من الأمريكيين، كان مايك ودينيس وبراين وديريك يحلمون بزيارة باريس، لكن ليس كسياح عاديين، فقد استعانوا بغريترز وهم من سكان المدينة الذين يطلعون الزوار على العاصمة لكن خارج الدروب المطروقة. ففي هذا الصباح من شهر آب أغسطس، كان الشباب الأربعة من ولاية تكساس الأمريكية على موعد مع فرانسواز المتقاعدة البالغة 62 عاماً لجولة من ساعتين ونصف الساعة في حي سان جيرمان دي بري الذي تعيش فيه منذ 40 عاماً. أخبرهم عن الحياة اليومية هنا، لا أخذهم إلى داخل الكنائس. عندما يسألني أحدهم أسئلة دقيقة عن سان جيرمان أو سان سولبيس، أطلب منه الاستعانة بدليل سياحي متمرس. لا تتوقف فرانسواز مطولاً أمام المعالم المعروفة في الحي، بل تقودهم إلى أزقة صغيرة لاكتشاف أشياء جميلة غير معروفة فيها، من بينها مبنى عاش فيه بولدير وبيكاسو. تكون الجولة مجانية مع دليل سياحي من سكان المدينة، ولكن عليك أن تدفع ليرافقك دليل سياحي متمرس. أظن أنها فكرة جيدة أن يرافقك شخص تطوع ليريك مدينته. لقد شاهدت العديد من جولات الباصات في باريس، ولكن الآن يمكننا التفاعل أكثر، وهو أمر لا نشهده على متن جولة في الباص. في باريس نظمت العام الماضي 6000 زيارة مع غريترز، وبات هذا المفهوم يجذب السياح أكثر فأكثر. وبالنسبة للكثير من الغريترز، يتواصل هذا التبادل خارج إطار النزهات أيضاً.